مساء الخير عزيزي المشاهد، يا اهلا ويا مرحبا فيكم مره ثانيه. يجد لقانا معاكم من خلال شاشه قناه الاي تي في، نتواصل معاكم ومع مشاركاتكم والحديث عن كثير من المواضيع اللي نحاول ناخذها بقدر الامكان وبشكل سريع. في اخبار ايجابيه جميله جدا، يمكن اليوم الكل قاعد يتداولها. طبعا تدرون يمكن مجلس الأمة صار له فترة طويلة ما تم انعقاد الجلسات، اليوم كانت أول جلسة وهي تعتبر أول جلسة للحكومة في عملية القسم، وتم قسم الحكومة اليوم، وبعدها كانت في مجموعة من المواضيع اللي انطرحت في جلسة مجلس الأمة. الموضوع الأبرز اللي أخذ يمكن الوضع وأخذ الأمور الكثيرة وخذ يعني شغلات وايد عليها هد، عندنا يمكن موضوع تأجيل القروض. يعني هذه كانت تأجيل الأقساط، هي يمكن الأمر اللي أخذ شريحة كبيرة. مجلس الأمة، إذا عندكم أكاونت مجلس الأمة الرئيسي، مجلس الأمة يوافق بالمداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بشأن تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته ويحيله إلى الحكومة. هذا كان خبر اللي يمكن قاعد يتداولونه، هذا الخبر كان موجود عندكم. مجلس الأمة كان في مقترح أن يأجون القروض لمدة 6 أشهر، صوتوا عليه في المداولة الأولى مجلس الأمة، وأيضا صوتوا عليه في المداولة الثانية، عقبها تحول الحكومة. الآن عاد الموضوع عند الحكومة، متى تبت في هذا الموضوع، شنو القرار، شنو المدة، 3 أشهر، 6 أشهر، 6 أشهر ويشوفون. يعني هذا الكلام اللي كان يدار بأن هناك تأجيل، وهذا مقترح كان موجود، ونتمنى يعني، لأن بالنهاية أزمة كورونا أثرت على كثير من الناس، قوة الشرائية عند الناس صارت أكثر، القعدة في البيت بصورة شكل يعني أكبر، فصارت المصاريف عند العالم أكثر. هل موضوع تأجيل القروض يفيد العالم؟ والله صالح، ترى القرض عليك إيه، بس أنت اليوم بالنهاية لما يكون الوضع طبيعي والأمور طبيعية خلاص تتأقلم، ولكن تأجيل الأقساط قد تكون عند مجموعة كبيرة من الناس فائدة. يعني وايد ناس استفادت من فترة 6 أشهر اللي طافت، وأكو ناس لا، فحتى حطوا الموضوع خياري بأن تأجيل القروض على الجميع. الآن إذا في ناس ما تبي تأجل قروضها تقدر تتواصل مع البنك يقول أنا ما أبي أجل قروضك، ولكن أرجع أذكر فيما تكلم فيه من قبل، مجموعة من الناس اللي كان عليهم مشكلة في البنوك، ترى الفترة اللي طافت في تأجيل القروض اقتصادهم ما أجلوا لهم. فأنا أتمنى بأن يكون القرار في هذه المرة إن تم إصداره من الحكومة يكون يشمل حتى المتعثرين اللي صارت لهم مشاكل من قبل، لأن كثير من البنوك ما أجلت قروضهم، قالوا والله أنتم كنتم متعثرين واحنا ما نقدر نأجل لكم قروضكم. فأنا أتمنى بأن خلاص طالما يشمل الجميع يشمل الجميع. الآن الظروف، شنو الأمور، شنو الشغلات، أنا أعتقد خلاص يعني البنوك طالما مأجلين ما وقفت على 100 شخص 200 شخص عندكم في البنك، أنتم ما شاء الله آلاف مؤلفة ماخذة قروض، يعني ما وقفت على 100 ولا 50 شخص عندهم كذا مشكلة ما يتأجل قرضة. فأنا أتمنى أن إن شاء الله يعني يكون في تأجيل قروض، لأن أشوف الجماعة والعالم الأغلبية قاعد يتكلموا عليه. جزء ثاني أيضا كان مهم وجميل جدا، وهو مجلس الأمة يوافق بالمداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا ويحيلها إلى الحكومة. هذا أيضا كان موضوع اللي هو الدعم الاقتصادي، كثير من المشاريع تضررت، كثير من الناس وايد حاشتها مشاكل من هذا الموضوع. وأمس أنا طرحت لكم حالة من الحالات والجأوا إلى البنك الصناعي والمشاكل في البنك الصناعي اللي صارت، هذه كثير من الناس اليوم كانت محتاجة هذه القرارات. فأنا أتمنى أيضا الإسراع من الحكومة
في هذا الجانب، وتكون هناك آلية واضحة لمن تضرر، الإثباتات المطلوبة، الأشياء المطلوبة، شنو الأمور اللي محتاجينها علشان الناس تقدر تتوجه لهذا الأمر. أيضا إضافة يمكن كان قانون المرئي والمسموع، أيضا التعديلات كانت موجودة عليه بموضوع عدم الحبس في حرية الرأي والحبس الاحتياطي في قضية التعبير عن الرأي، يعني وافق المجلس عليه في مداولة أولى وباقي في مداولة أولى، وهذا تعديل يضيف إلى الحريات وسقف الحريات في الكويت. وأنا أبي أوقفني عند نقطة وايد مهمة، هناك فرق ما بين أني أنا أكون أتكلم بحرية وبرأي وباحترام وبإثباتات، وغير أني أنا أتكلم بقلة أدب وتقليل من شأن الناس وتنزيل من مقامهم والهمز واللمز. أعتقد أن هذا السلوك مرفوض عند أغلب المجتمع الكويتي، يعني لا اليوم العالم تعتقد بأن هذه الكلمات أو النفس اللي الناس البعض يتكلمون فيه هذا قد يكون اليوم يعني شيء حميد عند المجتمع. لا، مو حميد، مهما انتشرت التغريدة ومهما انتشر تويتر فبالنهاية ترى السمعة مهمة. اليوم لما أنت تلفظ في ألفاظ مزينة على أشخاص، حتى اليوم لا تتكلم على الناس، خلاص يا أخي أنت تبي تنتقد اطلع اكتب وقول الكلام اللي تبي تقوله، والله أنا البرنامج مو عاجبني، والله صالح ما يعرف يقدم، والله أسلوبه مستفز، يصرخ ما يعطي ما. قول اللي بتقوله حقك، بس أمي وخواتي وخالتي وتجرع فيني. وبالنهاية أنا قاعد أضرب مثال على نفسي طبعا، والحمد لله يمكن أغلب المتابعين عندنا من الناس الراقية، سواء متابعينا في السناب أو في الانستغرام أو في تويتر، يعني الحمد لله رب العالمين على مستوى التلفزيون نحطهم على رأسنا، ما عمرنا صارت ويانا هذه الأمور على مدى 13 سنة، خاصة اليوم مع اليوم تطبيق كلوب هاوس هذا يسحبنا إلى هذا الجانب. قد تكون الناس شوية ما أخذ راحتها، قلنا من قبل خلوا بالكم ديروا بالكم، في فويسات قاعد تتسجل، في كلام قاعد يتسجل للعلم، فهذا يجرم، يعني لازم نحط في بالنا، يعني هذا ينطلق البرنامج هذا ينحصر تحت قانون الجرائم الإلكترونية. يعني عدش شوية تشوف والله الغرفة فيها 4000 تشد حيلك، ولا أنت حضرتك داشة في كلوب هاوس شادة حيلك، والله ترى بالنهاية الشو والشهرة وهالأمور ما تسوي لك شيء، تبي تنشهر انشهر على شيء إيجابي، على شيء جيد، على احترام، على أخلاقيات، ولكن أنك تغلط وتعرض على الناس وباشر يطلع التسجيل وأنا مو قصدي وباشر يرفع عليك قضية وتبهدل الدنيا، كل هذا الموضوع ما يسوى. يعني بالنهاية أنا دائما أقول برامج التواصل الاجتماعي أما أنك تشتغل وياها بمهنية أو أنك وخر عنها بالمرة، ما أنا داعي تدش في هذه اللوية تدعو والله وأنا ما أنا عصبي وما أتحمل. لا تدش يا أخوي، مو غاصبينك، هي قاعد ببيتكم أنت عصبي، عصبي تبي تدش تسب الناس، تبي تجرح في فلان وفلانتان والناس تكتولك، ما يصير يا جماعة. فلان مستلم منصب معين، يا أخي إيه هو هذا الشخص اليوم عنده هذا القرار، هو يشوف أن هذه وجهة نظره، كونه هو مستلم المنصب الفلاني هذا قراره انتهى، أنت عندك وجهة نظر ثانية قول وجهة نظرك، انتقد الأداء، انتقد والله عوي ومتين وضعيف وشوف من أمه وشوف أبوه وشنو فصله وشنو أصله وشنو يده ومن وين جاي وشنو ما له علاقة، هذا كله ما له شغل في الموضوع، هذا ما له علاقة. يعني هذا أصلا انتقاد للأسف يدل على انحطاط المستوى اللي قدامك، غريب الأمر يا أخي، والبعض للأسف يستعمل هالأسلوب. فإحنا نتمنى من الناس أن تكون واعية، مو معناته أن نشال الحبس الاحتياطي معناته ناخذ راحتنا. في أيضا رسالة من دكتور مؤثرة جميلة جدا من الدكتور عبد الله السند بمناسبة يوم الطبيب العالمي، يقول شرف العمل متوقف على شرف مادته وغايته، وأنبل الأعمال ما كان استثماره للإنسان، إذ به تنهض البلدان والطبيب أجر الله على يده الشفاء والإحياء، فاستحق التكريم والتقدير والإحسان بمناسبة يوم الطبيب العالمي. أحيي جميع الأطباء الذين يبذلون نفوسهم من أجل صحة وسلامة الإنسانية جمعاء.
شكرا على هذه الكلمات الراغي دكتور عبد الله السند، ونهن ايضا احنا في اسرة الاي تي في وبرنامج ازمة وتعدي نوجه نفس الرسالة الى جميع الطاقم الطبي قاطبة نساء رجال، احنا ما نقول بس اطباء، نقول كلهم بالكويت وبالعالم، وهذه الجائحة نحييكم ونرفع لكم القبعة وقواكم الله وجهدكم جبار في العمل اللي قاعد تبذلونه، يعطيكم ألف عافية وما قصرتوا ورايتكم بيضة. قبل فترة كان في عندنا عملية حريق اللي يمكن الكل تداوله في منطقة السالمي، احنا من قبل 10 سنين غطينا حريق الحية والتواير، وبعدين رجعنا مرة ثانية بعد 3 سنوات وغطينا حريق ثاني، وهالسنة هذه هم أيضا حريق ثالث. هذا تقرير طلع من الإخوان في الإطفاء يقولون نتائج تحقيق حريق إطارات طريق السالمي بفعل فاعل متعمد. ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في بيان لها اليوم الثلاثاء حول نتائج تحقيقات في حادث حريق إطارات السالمي الذي اندلع صباح يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس، ظهر بعد جمع المعلومات وإتمام المعاينات الفنية من قبل فريق التحقيق التابع لمراقبة تحقيق حوادث الحريق، ولتبين معها بأن سبب الحريق نتائج عن فعل فاعل متعمد. أنا هذا السؤال أنا أوجهه للإخوان، يا جماعة ما يصير 8 سنوات أو 10 سنوات نسولف على نفس الموضوع، ما يصير يا جماعة هذا موضوع التواير إلى الآن ما لقيتوا له حل. يا جماعة مليون مرة قلنا يا جماعة إذا اليوم ما لقيتوا حل، ما إعادة تدوير، ما في طريقة، ما في أمر، يا جماعة حطوا بحوطة مسكرة فيها كاميرات مليون مرة يا جماعة، الله ستر علينا مرة ومرتين وثلاثة، عيالنا هذين اللي في المطافي اللي قاعد يضحون في نفسهم وقاعد يسوونه، ما يصير يا جماعة الموضوع مو عملية انك تنقلها من الرحية للسالمي لهالمكان، مو هذا الأمر يا أخوان. أنا قاعد أتكلم على موضوع تواير بالآلاف المؤلفة، يا جماعة ما يصير، حطوا لكم يا أخي، احنا قلنا ما في عاد تدوير، ما في مشروع حقهم، ما في مش عارف ايش، قالوا بياخذون يسوون مصنع حق القار مدري ايش بيسوون فيهم، قالوا يستعملون حق الاسفلت، ما اسمعني الان انتم ماكو مشروع يا اخي، على الاقل اضعف الايمان حط لهم مكان مسور شيء، خله كيلو بكيلو وخلي العالم تقط التواير فيه، على الاقل في حراسه، في كاميرات يبين، في بوابه رئيسيه لا احد يدش لا احد يطلع، يعرفون مو كل واحد يطلع معود بالنهايه، والله ما يخالف يا اخوي صالح ايش دعوه، سويت سالفه مو على تواير، انا مو ميت على التواير، انا هذول التواير يمهم اي شيء، يوم كانوا في الرحيه كم مخزن كان عندهم، لو شاب شان شب تشبت المنطقه كلها، بالنهايه من اللي قاعد يتعب هو الامر عيالنا، فانا اتمنى يعني نكون حذرين في هذا الامر ونتعلم الدروس السابقه. ايضا من المواضيع المهمه جدا اللي كانت مطروحه يمكن هاليومين وصار عليها لقط كبير في موضوع بدل الإيجار الكويتية المتزوجة من غير كويتي، هذا الموضوع صار عليه لقط، ناس يقولون حق الكل، ناس يقولون حق منه صح مو صح، رسمي مو رسمي، من اللي ينطبق عليه الشروط، من الكذا، هذه الإجابات كلها احنا كان يعني نلجأ إلى الإخوان وأخواننا في وزارة الشؤون، ودائما هما يعني سباقين ودائما متواصلين معنا وسباقين حقيقة، أول ما نرفع عليهم السماعة على طول يعني الأخوان ما يقصرون ويانا على طول يدشون ويانا مداخلة. فالوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون أستاذة أناء الهاجري، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، هلا استاذ صالح، هلا فيك استاذ هناء، شلونك؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. الخبر اللي طلع اللي يعني يقولون انه والله بدل الاجار حق الكويتيه المتزوجه من غير كويتي، اولا مدى صحه الخبر هذا؟ الخبر صحيح وموجود اساسا في المرسوم الصادر بهذا الشان، يعني مو شيء جديد يعني على القانون المساعدات العامة، حلو موجود بالقانون،
وبالفعل هو يحق للكويتية المتزوجة من غير كويتي صرف بدل إيجار بمبلغ لا يتجاوز طبعاً 150 دينار. حلو. ليش عيل بدام انه موجود من زمان ليش الان يعني يتقاعد يتداول بشكل كبير؟ لا هو انا يعني احتمال انه هو خبر اعتقد نزل في احد الصحف طبعا، بس احنا الحين يعني نشرحه ولا هو موجود وعندنا يعني حلو. مجموعه من الكويتيات المتزوجات من غير كويتي ويتم الصرف لهم يعني، وطبعا هذا يتم وفق الضوابط وهناك شروط منصوص عليها في المرسوم الاميري ماشي. وفي اللائحه التنظيميه المنظمه ايضا لصرف المساعدات ماشي. خلينا احنا نوضح النقطه هذه استاذ انا، من هي الكويتيه المتزوجه من غير كويتي اللي تستحق بدل الايجار؟ بدايه لازم تكون طبعا من المستفيدين من المساعده الاجتماعيه، بمعنى انها تتلقى مساعده اجتماعيه من وزاره الشؤون الاجتماعيه، هذا واحد. أن لا تكون طبعاً متمتعة بحق الرعاية السكنية، ما عندها عقار تقدر تتصرف فيه مثلاً بالبيع أو بالشراء إلى آخره. والزوج أيضاً لازم يكون عنده استمارة فحص طبي تثبت أنه لا يستطيع العمل أو الكسب، وأنه يكون طبعاً عقد الإيجار باسمها والعنوان بالبطاقة المدنية مطابق للسكن اللي هي موجودة فيه. عقد الإيجار باسمها؟ باسمها. اوكي. والبطاقه المدنيه اي مطابقه لعنوان السكن اللي هي موجوده فيه طبعا او اللي هي ماجرتها مطابقه للسكن. اوكي. زين سؤال، لا يعني احنا نقول ان اي كويتيه متزوجه من غير كويتي اول شرط انها تكون ما تاخذ مساعده من الشؤون؟ اي لازم تكون عندنا مسجله انها تاخذ مساعده من وزاره. يعني كويتيه متزوجه غير كويتي تشتغل ما تاخذ مساعده ما في بدل ايجار. متقاعده ما تاخذ هذا ما له علاقه في الموضوع، بس ضروري اللي تاخذ مساعده. اي بالضبط، لان هذا وارد في المرسوم الاميري الصادر. حلو. رقم 13 الي. حلو، هذا غير المبلغ اللي ينزل لها، يعني اضافه على طبعاً. المبلغ. طبعا. حلو. طبعا. بحد اقصى يعني ما يتجاوز 150 دينار. حلو، انا بس ام لولو اذا ما تسمعين لي ابي اعيد الشروط على السريع، واذا كانت فيها اي خطا. اول شيء لازم تكون تاخذ مساعده من الشؤون، ما يكون عندها عقار، الزوج ما يستطيع العمل، عقد الاجار انه يكون باسمها، والبطاقه المدنيه مطابقه للسكن. بالضبط. حلو، هذه الشروط الموجوده. طريقه تقديمها شلون استاذه هناء؟ طبعا يعني تجيب لنا الاثباتات هذه وتروح تقدم في الوحده نفسها اللي في منطقتها. حلو ماشي. اوكي، هذا موضوع الاول اللي احنا تكلمنا عليه. اكو موضوع ثاني ايضا بنستغل وجودك ويانا. قبل يومين ايضا طلع يعني قرار من الاخوان في وزاره الشؤون على موضوع الحضانات، وانت عارفه موضوع الحضانات وتسكير الحضانات الفتره اللي طافت هذه كلها، فاحنا اليوم نبي نتكلم على موضوع هذه الحضانات. انتم قلتوا ان في عوده للحضانات قريبا جدا ووفق الاشتراطات الصحيه، كلمينا عن يعني اخر التطورات في هذا الامر، واذا كان هناك اي اجتماعات مع الحضانات يا ريت تبلغينا في الموضوع. والله يعني احنا يمكن من حسن حظنا عندنا غدا اجتماع مع بعد مجموعه من اصحاب الحضانات، وهم احنا كنا يعني من بدات الازمه واحنا باجتماعات مستمره معاهم مع العديد من الحضانات اللي يطلبون طبعا لقائنا كجهه مختصه. ويمكن عوده الحضانات مثل ما انت عارف استاذ صالح انها مرتبطه طبعا بالسلطات الصحيه يعني في الدوله، ومدى متى يمكن ان تسمح لنا يعني بعوده هذه الحضانات، واللي احنا طبعا وفقا لوزاره التربيه والسلطات الصحيه باعلانهم ان العوده راح تكون ان شاء الله في سبتمبر اذا استقرت الامور باذن الله. حلو، في اشتراطات معينه الحين قاعد تحطونها؟ طبعا احنا بالنسبه لنا عندنا خطه اعددناها لهذا الموضوع، ان شاء الله راح تبدا من شهر يونيو القادم ولمده 3 شهور، بحيث ان احنا نتاكد من قيام الحضانات ب طبعا تطبيق الاشتراطات العاديه الوارده
في قانون الرقابة على الحضانات الخاصة، ومن ثم أيضا ندخل في عملية تعقيم الحضانة، وضع الإرشادات فيها، عملية عدد الأبناء، عدد الفصول. طبعا كل هذه الأمور إن شاء الله راح يتم ترتيبها خلال الثلاثة أشهر هذه قبل افتتاح الحضانات إن شاء الله. في رقابة راح تكون من وزارة شؤون عليهم، يعني في كشف دوري عليهم، تشيكون العدد مو زايد، العدد كذي، في اشتراطات أمنية فيها الأمور، في مخالفات على الحضانات. طبعا طبعا يعني هذا أمر مهم جدا، لأن يعني إحنا يعني حاليا يعني هذا على الدولة ككل. نعم. أنت قاعد تشوف يعني إن قضية متابعة الاشتراطات الصحية وتطبيقها، لأن في النهاية يعني هذا أبنائنا جميعا ومسؤولين منا يعني أمام الله سبحانه وتعالى قبل. نعم. كل حتى لو يكونون مسؤولين أمام القانون يعني. كلام جميل. فبالتالي إحنا رح نحرص، عندنا فرق تفتيش رح. نعم. تطلع تفتش طبعا، وهي أساسا موجودة حاليا، قاعدين الإخوان يفتشون إذا في حضانات فاتحة بدون ترخيص أو حتى فاتحة يعني بدون علم الوزارة أيضا، وقاعد نطبق عليهم طبعا المخالفات. حلو. أستاذ أنا سؤال الأخير لك، فترة كورونا أنا أستذكر كانت لنا مداخلة مسبقة، موضوع المساعدات اللي كانت تكون حق الناس، أنتم مددتوا إن ما في تجديد الأوراق، هل اليوم مددتوا شيء للمساعدات إن ما في تجديد الأوراق؟ والله حاليا إحنا لأن يعني عارف إحنا 30% وهي فترة دوام، والحمد لله الأمور بالنسبة لنا ماشية منتظمة يعني، فإن شاء الله يعني ما نحتاج يعني هذا التمديد، لأن ما شاء الله عندنا إحنا عملية الربط يعني أثناء الأزمة. حلو. منذ بدأت الأزمة وحتى الآن. نعم. تم الربط مع 14 جهة، وهذا وفر علينا كثير من الوقت وأيضا خدم المواطنين. حلو. يعني الحين أغلب الخدمات صارت على أونلاين، بعد ما في داعي يروح هني وهني وهني. بالضبط يعني. بارك الله. بس يمكن. نعم. ورقتين هم اللي نطلبهم، لان لا يمكن التحصل عليهم يعني. حلو. بارك الله فيك، يعطيك العافيه. اذا عندك كلمه اخيره تحبين تفضلين فيها استاذه هناء. اشكركم طبعا على هذا اللقاء، واحنا دائما في خدمه المواطنين وعلى استعداد ان احنا نجاوبهم على اي يعني اسئله او اي بيان يطلبونه. نعم. الوكيل المساعد للتنميه الاجتماعيه في وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل هناء الهاجري، كل الشكر لك، يعطيك العافية وما قصرتي، وهذه كانت الآراء المهمة. أبي أختصر كلام هناء الهاجري، أبي أبدأ فيما ختمت فيه قبل لا أطلع الفاصل وأخذ اتصالاتكم. أولا الأخوات اللي يأخذون مساعدات، الأخوان في وزارة الشؤون يعطيهم العافية، ربطوا مع 14 جهة، يعني قبل كنت تلفين على قولتهم كنا نتكلم أن تروحين 20 جهة عشان جدين أوراقك، الآن هم يحتاجون أوراقتين، الباقي كلهم عن طريق الأونلاين ممكن تاخذينهم. الاخوات والاخوان اللي عندهم حضانات ما زالت اجتماعات مستمره، وخلكم متابعين مع وزاره الشؤون على موضوع الاعداد والارقام اللي راح تكون موجوده، ويكون في حرص منكم انتم اكثر ما انه يطلعون منكم، يطلعون وزاره الشؤون عليكم، المفروض تكونوا انتم حريصين جدا. واكرر نفس الكلمه، مش عشان ان الحضانه سكرت سنه ابي اعوض خسارتي أخذ عدد الأطفال أكثر من العدد المطلوب. أكرر مرة ثانية، الشروط المطلوبة حق الأخوات بخصوص بدل الأجار، وقالت هي في بداية حديثها أن هذا موضوع ما هو جديد وقديم، أي كويتية متزوجة من غير كويتي لازم تكون تأخذ مساعدة من الشؤون عشان ينطبق عليها بدل الإيجار. أول شرط هذا، يعني كويتية ما تأخذ مساعدة من الشؤون ما تأخذ بدل الإيجار من الشؤون. فالشروط المطلوبة عشان الأخوات الفاضلات المتزوجات من غير كويتي، أول شيء لازم تكون تأخذ مساعدة من الشؤون، ما يكون عندها عقار، زوجها لا يستطيع العمل، العقد الأجار يكون في اسمه، طبعا ما يقدر يشتغل، يعني معناته انه في شهاده تثبت انه ما يشتغل، عقد الاجار باسمك، البطاقه المدنيه مطابقه للسكن. واضح. عطنا فاصل، عطنا الاتصالات عقبها. رجعنا
رجعنا لكم مرة ثانية وناخذ اتصالاتكم على الأرقام اللي راح تظهر عندكم على الشاشة. وبذكرني بعد شوية بقول لكم سالفة صارت وياي اليوم المغربية، مو المغربية، قبل الحظر شوية. أم ناصر متصلة على الأخوان في الكنترول وتكلمت مع سمير وبلغت سمير وقالت لقول حق صالح جرب أن إحنا نقعد نجابل ننطرك ساعة 8، وتحياتي لك وحق كل اللي موجودين في البرنامج. مشكور يا أم ناصر ويطولنا بعمرك ويحفظك وما قصرتي. وسمير وصل رسالة، قالت له لازم توصل رسالة، وإثبات أنه وصل رسالة أني قلت لك هذا الكلام. أم من ويانا؟ أم جمال مساك الله بالخير. يا هلا مرحبا، حياك الله. الله يسلمك ويطول بعمرك ويعافيك ويخليك. هلا هلا أم جمال، يا هلا. ما قصرت، جزاك الله خير على هالبرنامج الحلو والله. تسلمين، الله يحفظك. اي والله عسى الله يطول بعمرك ويعافيك. ما قصرت، الله يسلمك. الله يسلمك، تسلم والله تسلم. أجل. والله انا جيتك شكوى يا وليدي، طول بعمرك. عيوني لك يمه. اي والله تسلم، تسلم عيونك. انا ساكنه بالعماير ملوك المطلقات. حلو. اي صباح السالم. العماير ملوك المطلق خير ابوي. صباح السالم. اي صباح السالم. اي اي والعماير هذول انت تدري يوم بعد هذا تدري فيهم الخراب، ونسنع ونعدل ونسوي ماكو، هالمجاري طايحه علينا ونخرب والتخريب والتعديل، وعارف انت يا وليدي. نعم. فيهم اللي نخرب ونعدل فيهم. اي نعم. عندي ذيك اليوم انا عندي الماي يخر، مو يخرب عندي، ما عندي انا الماي يخر، بس هم قالوا الماي، طلعت لي وطلع لي واحد من الاسكان مهندس شنو يقول لي الماي عندك خريب. قلت الخرير، وين في الخرير؟ شنو يقول عندك الخرير نازل من على تحت بالمخزن على الكهرباء. حلو. على الكهرباء. اي رحت طلع المهندس يقول عندك انت. قلت له يا وليدي الحين انت لما تقول انا عندي خرير تحت بالعماره وطالع من عمارتي نازل الخرير، وين في الخرير؟ تحت نازل بالكهرباء. وزين انا احنا ثلاث عماير، احنا مو عماره ولا عمارتين، ثلاث عماير. شنو صار يمه الحين؟ ما يقول، قلت لهم يمه انا ما عندي تصليح حقه، اجيب لي واحد يقول لي 200، ثاني يجي لي يقول لي 300، انا مره ما عندي على قد حالي. صح. زين انا اروح اصلح الكهرباء مالك الحكومه، اصلحها انا على حسابي؟ لا. ها يعني وين انت هذه؟ انت اي دور ساكنه؟ اي دور الاول؟ انا مو الدور الارضي، انا الدور الوسطي. ادري يعني اي دور الاول الثاني؟ الدور الاول، الدور الاول. اي تحت الكهرباء يعني؟ خير تحت. لا ما تحت الكهرباء. الكهرباء منك بعيده، الكهرباء منك بعيده. شال خرير ويمي تحت من المخازن. اي ام جمال، شال خرير اللي جاي من عندك رايح لاخر شيء. يلا شفت شلون بالله عليك؟ أيوة. يا يني يقولون لي الخرير عليك انت. حاضر. زين شلون هذا؟ شلون تصير هذا؟ ان شاء الله يا ام جمال. تامرين يمه، تامرين. جماعه الاسكان يعني هم بعد ما يشوف صراحه يعني طاقين الباب خرير. زين اوكي خرير، وين خرير يعني؟ زين اوكي، ما في جي تي روف يا جماعه انتوا يعني من السرداب، اذا فوق في مشكله انتوا قاعد حاتون. جماعه هم كلامه ترى منطقي يعني، انت تي تبيني انا اي اصلح واسوي وانا ما ادري الخرير من اي صوب. وترى صدق على الكلام اللي قالته، العماير منهكه سنين، وايش كل صار لها هذه؟ لا تصليح، لا دنيا، لا عفسه، لا رعايه، لا الامر هذا. تجي تطق الباب على مره، وصدق كلامها، من وين تجيب لك 200 دينار؟ صدق ترى واحد وش دعوه صالح؟ ولا لا مو تقول لي، ترى كل الناس لها ظروفها يعني. فانا اتمنى من الاخوان في الاسكان يشوفون الوضع هذا يعني، مو تروحون على ام جمال يعني. ما شاء الله عندكم معدات لو انتم تسوون الخرير. المبنى معول صار له 40 سنه، ما ادري كم صار له. ابو صلاح مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. هلا ابو حيدر. هلا ابو صلاح. مبارك عليك الشهر. اي ما يخاف. اي قول حياك الله. ابي منك موضوع بس دقيقه واحده. عيوني لو تقصر التلفزيون اعطيك عيوني، مو دقيقه بعد. الله 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 يطول عمرك. انا تسلم عيونك. انا موضوعي التموين مال بيت الزكاة، اقوله ولا لا؟ تموين قوله. هذا طال عمرك بالتموين يصرفونه شهريا. ايه اي من ترى وقفوه من شهر 12/2020 الى اليوم في شهر 3، يعني 4 أشهر ما يصرفون لنا شيء. ليش؟ اراجعهم هناك، اروح مال الامن اللي عندهم هذا بالزكاه مال التموين اللي بالسالميه، يقول الموظفين موجودين بس ما يصرفون.
ليش ويا نكر الفضيل يا ابو حيدر شو نسوي؟ ليش مكفينا؟ ما ادري شنو السبب. ما شو نسوي؟ يكلمنا الحارس مال هذا العباب، لا نقدر نكلمهم ولا نقدر شيء. شنو التمويل الفضيل؟ انا ريال اكلمك عمري 73 سنه، لا عندي ما حق رمضان والله العظيم ما عندي شيء. حلو. وساكن في حولي انا. تامر يا ابو صلاح، واقول لك شيء يا ابو صلاح، انا على الهواء اقول لك اياها، اذا ما عطوك بيت الزكاه ما جد لك توصل ليه عندك قبل رمضان؟ عفا عليك يا ابو صلاح، ولا يضيق خلقك ولا تزعل. اخوان بيت الزكاه يعني ماني عارف صراحه، ما شاء الله الناس الصدقات التبرعات العفسه جماعه تموين. ارجوكم يا اخوان في بيت الزكاه فتحوا الباب يا جماعه، مو معقول 14 ترى تموين يعني 20 40 دينار يعني شنو يا جماعه؟ فارجوكم يا اخوان، واذا في احد عنده توضيع عنده شيء ردوا على الناس. وانا استغرب من هالاماكن سواء بيت زكاه غيره يا جماعه، ما يصير يا جماعه لا رقم تليفون لا بقى. واحد مال امن الله يحفظه واقف عند الباب، ايش يعطيك معلومه؟ عطنا ابو عبد الله مساك الله بالخير. هلا والله اخوي صالح، شلون حياك الله. هلا ابو عبد الله يا هلا، مساك بخير. خير دامك بخير اخوي. انا سؤال بس بسيط عندي. تفضل اخوي. بالنسبه حق هيئه الاعاقه، حلو، انا عندي اخوي عنده ملف بالطب النفسي من 2002، ومن 2002 سوينا دشرنا لجنه، اللجنه شكتبوا غير ما يندرج بمفهوم الاعاقه ما ادري، وبعدها سووا له بسيطه الحين. والوقت اللي كان فيه التظلم صار فيه شيء، كانت الازمه كورونا 2020. الحين احنا ثاني مره راجعنا هيئه الاعاقه، يقول لازم الحين شنو تجيب تقرير طبي وتسوي لجنه ثانيه، واعطونا موعد بعد 4 اشهر. يعني متى يعني كذي معاهم؟ والله يا اخوي انا هاي لجنه يعني ما في حلقه تمر علي ما فيها موضوع اعاقه، والاخوان ما يردون. انا اقول لك صراحه ما يردون ولا واحد فيهم، لا العلاقات العامه يردون، لا الاخوان المدراء عندهم يردون، لا اخوان. انا قاعد كل حلقه انا موضوع ما. كل قلت لك لا من الدكتورة شفيقة وأنا أرجع أقولها، اتصلت فيك أنا شخصيا مو حقي، أنا عندي حق الناس. يا جماعة ردوا على الناس، مو عن طريقنا والله العظيم، يعني مو عن طريقنا هذا شو مداخل، عن طريق تويتر على أي شيء. ردوا على الناس، اللي جان تقعد لها 4-5 أشهر، المواعيد بوكسات عند الباب عندكم. ما يصير يا جماعة. أمس واحد متصل ولده عمره 6 سنوات صار شهرين يدور على كرسي. جماعة يعني والله انذلوا هالمعاقين. بوسعود مساك الله بالخير. هلا طول عمر. هلا عمي هلا. هلا والله بن جيرمن. حبيبي هلا طول عمرك، تفضل. طول عمرك. والله ترى طول عمر احنا تأذينا بالإعاقة. شنو مشكلتك بالإعاقة عمي بوسعود؟ ما أنا بصرية. أنت عندك إعاقة بصرية؟ ما حلو. وصار لي سنة و8 شهور أراجعهم ماكو فايدة، كل يوم جبت التقرير جبت تقرير عمليات، رحت أمريكا ماكو فايدة، رديت الكويت الله يرحمه سمو الأمير طول عمره صباح الأحمد حفظه. حلو. راح ردنا للكويت. وشنو الحين ما عطوك شهادتك ولا شنو تبي أنت من عندهم؟ والله ما عطوني شيء. شنو تبي؟ أنا مقبوق. ها؟ اني كويتي انا. ادري ولي الحق عليهم. ادري عمي. شنو تبي؟ ما اعطوك شهاده اعاقه للحين؟ لا والله ما اعطاني، 7 و8 شهور. واضح يا ابو سعود واضح. ما ادري يا شماعة والله العظيم، يعني انا هذه رساله حق رساله رقم 20 يا دكتوره شفيقه، ارجوك والله شيء يعور القلب. وانا راح ارجع مره ثانيه ادق عليك، ادقيت وما رديتي، وارجع راح ادق عليك مره ثانيه يا دكتوره شفيقه. ما يصير يا جماعه هالناس هذه، ما يصير ريال ابو عبد الله يودي اخوه ملفات من 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 2002 لين يوم على شهاده اعاقه ومش عارف ايش. وابو سعود ريال صار سنه ونص يعني يقول لك ما يشوف وما نفس الشيء، واللي امس عنده اخوه صار ولده صار 6 سنوات وصار 3 اشهر ينطر كرسي. يا اخوان ما يصير يا جماعة، لا نفتح الباب على الإعاقة. والله ندري، والله نعرف ناس يركض 10 كيلو عنده كرت إعاقة. فيا جماعة
يعني ردوا على الناس بس، حطوا اكاونت ورقم تليفون وخلوا العالم تكلمكم. ام احمد. الو. يا هلا ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك ابو حيدر؟ بخير الله يسلمك. الله يعافيك. انا عندي مشكله بصراحه اخوي. تفضلي. انا سويت فيزا حق خدامه انزين، والخدامه جت من الهند لدبي. ايه. من جت بدبي وقفوها هناك، الكويت مانعينها تدخل، يعني ان على اساس انها يعني انها وافده ولا هذه، وباقي على الفيزا اسبوعين، وانا يعني عندي كذا عمليه وتعبانه يعني، وابي الخدامه ومجبل علينا رمضان يا اخوي، ابيك تناشد لي يعني متى يعني يفتحون. والله يا ام احمد كلامك حق. اول شيء الله يشافيك والله يتمم عليك، وان شاء الله يعني ما ادري والله ايش اقول لك. والله يا ام احمد ناشدناهم 20 مره وقلنا في حالات انسانيه، وقلنا رمضان والخدم جايين، وقلنا يا جماعة يبوا الخدم وخاصة فيز الخدم يا جماعة يبوهم وحطوهم في محجر رئيسي، وسويتوا هذا البرنامج مال هذا مال شو اسمه طيران المدني انه يسجلون فيه والناس تفعل. يا اخوان ما يصير يا جماعة، يعني يبوهم حطوهم، ما شاء الله سوينا 40 محجر 50 محجر، حطوا في الخدامة، ترى الناس اللي دافعين والله شايفين المر، والله العظيم ان الخدامة قسما بالله العظيم اسألني انا، اسألني انا، انا قبل كنت اسمع عشي، اسألني انا، انا قاعد اكلمك، انا قاعد انقل من بيت لبيت ابي اخلص قبل رمضان، انا 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 قاعد انيبهم قطاع يا ريال. الدش عندك البيت 5 ساعات تلملم كراتين ودنيا ومش عارف ايش، 5 ساعات 20 دينار وبوس ايدك ويا ظهر اذا لقيت واحدة. جماعة ما يصير، ما يصير يا شباب، يعني ما الله العظيم العالم صار ما يصير يا جماعه، ما يصير العالم قامت تدفع، يعني هذا ما صار هالكويتي، والله الكويتي يا معود الله يعينه الكويتي، والله الله يعينه من كل صوب يتنتف، ما صار يا معود هالمعاش هذا شيء، وين لحق هالمعاش؟ هو يدفع اجار، يدفع انترنت مال عياله، يدفع اقساط سيارته، يدفع بنزين، يدفع خدامه، يدفع بكت شهري مسحات كورونا، يدفع ادويه، يدفع مستشفيات خاصه. شنو عمي؟ شنو المعاش هذا اللي بيلحق على هذا كله عمي؟ جماعه شوفوا لا تشوفون الطبقات، البعض اللي عايش ملك زمانه يا جماعه، اللي بيته فيه 7-8 خدم يا جماعة، شوفوا الطبقات الناس الثانية العامة، نتكلم احنا اجارات يا ابن الحلال 600 دينار يقولك انا والله شو اسوي يا جماعة، ما يصير اجارات صارت نار، السوق يا جماعة بالحظر الحين سكر الدنيا فوق. ام علي مساك الله بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ام علي. استاذي عطني شويه في تعقيب على اللي هو هيئه اعاقه. كما معروف ان احنا اهالي المعاقين والمعاقين نعاني معاناه كبيره بعدم توفير الكراسي، صار لنا 3 سنين و4 سنين. حلو. وقف رواتب ومخصصات على اساس ان تجديد شهاده الاعاقه، مع العلم بان من بدا كورونا ان تجديد سنوي يصير كل سنة يجددون أوتوماتيكي المفروض. عيالنا مناعة ما فيه، شلون أنا أخذ ولدي أوديه على أساس أنه يحضر لجنة طبية؟ السؤال هل أن الدكاترة اللي باللجنة الطبية مسوي لهم فحص كورونا؟ هل أن اللي موجودين في الإعاقة زين؟ أنا يمكن أنا ولدي ما عنده مناعة، لما أي أسوي له أوديه اللجنة يمكن أنه هو أنا محافظة عليه سنة كاملة تحوش كورونا من أي موظف، من أي إنسان، من أي شيء زين؟ أرقام لازم أن إحنا نطلع باركود. طيب أنا كإنسانة أعرف أطلع باركود زين، لكن في عندنا إحنا معاقين، في عندنا كبار بالسن ما يعرفون يطلعون باركود يا أخوي، ما يعرفون أساسا بالكمبيوتر، ما يعرفون بأنهم يطلعون هذه الأمور. حاطين لي واحد زين، عسى ما وقفوا الناس ما يعرفون يطلعون باركود، طايح فيهم زف، وإذا ردوا عليه جاب لهم الشرطة. هل وصلت إحنا معانا إن هي هيئة الإعاقة تجيب لنا الشرطة على أساس إنه معاق مو عارف يطلع باركود؟ يا أخي هي هيئة خدماتية
في عندنا احنا دستور حامينا، في عندنا احنا قانون 2010 8 2010 ناس مخصصاتهم. يرد علي واحد يقول لي ايه وذا يعني مخصصاته؟ تعال انا متقاعده زين، ولدي يستعمل بامبرز 120 دينار، خدامته 220، السايق 120. انت لما تيجي تقعد ولدي 6 اشهر من غير راتب من وين؟ انا وحده اقول لك 6 اشهر قعدوا ولدي من غير راتب، والله العظيم تسلفت. ولما نقدم شكاوي التظلمات تقعد بالاربع وبالخمس وستة اشهر، انا مقدمه تظلم على صرف اعاقه مدى الحياه لان ولدي ذهنيه حركيه شديده دائمه. زين من شهر 9 تو صرفوا له الشهاده، التظلم من شهر 9، تخيل من شهر 9، ولو ما انا رحت غيري ما يقدر يروح. ليه متى؟ احنا ما نبي شيء، احنا ما نتكلم عن شخوص، انا وحده ما اتكلم عن شخوص. انا لما جيت انتقدت تسحبوني المباحث الجنائيه الالكترونيه. نعم واضح واضح يا معلم واضح، انا اعطيتك المجال ورايتك بيضه وعداش العيب صراحه، شيء يندى له الجبين. وانا ابي الاخوان في الاعاقه واحد منكم يدش مداخله يرد على ام علي وعلى ابو سعود وعلى عبد الله وعلى ارجوكم بس يا جماعه والله ما يصير قسما بالله، ترى انا اعرف حالات الاعاقه شنو وضعها وانا عاشرتها، فارجوكم عطنا. ام صقر مساك الله بالخير. السلام عليكم. يا هلا ام صقر، يعطيكم العافيه على هذا البرامج الحلوه. حياك الله، الله يحفظك. الله يسلمك يطول عمرك. انا مره مطلقه وعطوني ان البيت حاضنه، عرفت؟ مطلقه حاضنه؟ ايه اي والله، هنني سمعت القرار اول ان المراه الاولى لا حق بالبيت نص البيت، صح ولا لا؟ هل صغير ولا لا؟ اذا مسجله بالبيت مسجله بالبيت مسجله، طلع البيت ولا ما طلع البيت؟ انا هذه ساكنه بيت لينا صار لنا 15 سنه وطلقت. ايه حلو. ايوه وقال اني انا نقص البيت اني حاضنه، ما يصير يعني ان الوحده انها لا حاضنه، وين اروح بالله؟ ما يعني ما الحكومة شلون يطلعش؟ ما يطلعش او قال لي لا مالك انت قاعده حاضنه. ما يصير يبا بالاسكان، قانون الاسكان هذا، اذا انت بالبيت اذا انا شوف شوف انا الحين انا معاقه بعد سمعي، عرفت ولا لا؟ انا اتمنى من الحكومه ويحفظهم ان شاء الله ويخليهم لنا انهم يعطونا نص البيت. سمعيني 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 ام صقر، ام صقر الرجال ياخذ. هلا ما سمعيني شوي، وصدرك وصدرك الله يشافيك. سمعيني عندك موضوعين، اذا الوثيقه طالعه اسمك واسمه ما يطلعش من البيت، لو شو يسوي معاي؟ هذا تروحي تراجعين الاسكان تشوفين اسمك. لحظه شويه، لحظه ما يصير، اذا طالع الوثيقه ما يصير شيل اسمك، هذا رقم واحد. رقم اثنين، اذا عندك حكم حضانه انت حاضن بحكم محكمه، ما يصير، راجعي الاخوان في الاسكان ويشرحوا لك الموضوع، ما يصير طلعش من البيت. ام بندر، انا من امس قلت باخذك وانا خذيتك. هلا ام بندر. يا هلا. هلا فيك استاذ حيدر. حيدر حيدر ولدي. ايه تفضلي. يما عروتهم الله يساعدك، انا عندي اسبوعين ثلاثه بنتي تخرجت من المدرسه اساس انه تسجل تطبيق. كملي. اي انا سجل تطبيق اروح يسجلوني، لقيت لقيتهم مسجليني تجاري. بنتي مو مال تجاري، مال تطبيق طب العرب، يسجلون والله يمي يسجلون بنات اصغر من نتيجه بنتي وهم يدخلون غير وغير، وانا صار لي اسبوعين ثلاثه اراجع واروح وارد، ما راضين انه يقبلوني. لحظه ام بندر، لحظه شوي، لحظه شوي شوي ام بندر، ام بندر إيه؟ انت مقدمه حق بنتك وين؟ بالتجاري؟ لا التطبيق. بالتطبيقي اوكي. هي التطبيق إيه؟ إيه وين ما قبلوها بالتطبيقي؟ ايه ليش؟ سجلها تجاري، هي مو تجاري. ام بندر ليش ما قبلوها؟ ليش ما قبلوها؟ والله يا امي حوالي تكتب واسطه. كم نسبتها؟ كم البنيه عندك؟ نكلمها عندك البنيه؟ لا والله انا مش شويه نامت. زين خلاص شوفينا بس، خدق علينا يوم السبت خلنا نعرف شنو التخصص وكم نسبتها. وحاضر يا ام بندر تامرين، احنا كذي ما ندري تجاري شنو علاقه، ما له علاقه، يمكن تخصص تجاري. نسبتها 83 نسبتها حلو، واللي دخلها 81. ما
ماشي 83 يوم بندر شنو مقدمه على شنو؟ طب شنو مقدمه؟ تقولين طب اي طب؟ طب يعني كنت تتفسخ الدكتوراه كذي وعلوتهم. ام بندر معلش انا اتواصل ايش تحت الهواء عشان افهم تفاصيل الموضوع لان التطبيقي ما له علاقه في الطب. فاكيد بس المعلومات خلي البنيه تكلمنا او انت كلمينا او واحد من اخوانها ومالك لطيفه الخاطر. وصلت الختامه بيقول لكم رساله واحده، انا اليوم في جابر الاحمد. سريع احمد يقول بسرعه، انا بجابر الاحمد وتحديدا في المواقف. والله بالله ان انا بعيني شفتها. سياره جيب، الام قاعده والولد يسوق، اقسم بالله اني انا لحقت السياره عشان اشوف السياره شلون قاعده تمشي بروحها. والله العظيم ان الولد اللي قاعد يسوق السياره لا يتعدى عمره 12 سنه والام قاعده يمه وقاعده يتدرب في المواقف السياره. انا رسالتي للامهات وتحديدا الام هذه، وانا من تربيتي ما اصور الناس، والله وبالله انا يعني رساله، كان انت ما تبين عمرك هاي مشكلتك، كان ولدك مضحيه فيه كيفك، ترى الناس عيال الناس قسما بالله الطول الولد. وانا اقول لك شيء، اذا حسبالكم ان هذه الرجوله ترى هذه عمرها ما تصير رجوله، وهذا باشر الولد اللي قاعد تدربينه اليوم باشر يبوق سوي سيارتك وينحاش بالشوارع ويندعم وتقعدين طقين خدك ليسنا قدام. اشوفكم يوم السبت في مع الله.